السلام عليكم، معكم نورة السيف من مدرسة شريفة العوضي. اليوم أخذنا تنمية عن التواصل الاجتماعي وحبوب التخسيس اللي تذبح. تعلمنا إن ما نشتري من مواقع غير مرخصة ونقلل من وقتنا من التواصل الاجتماعي. بسم الله، معاكم هاجر غدير غضوري من مدرسة الجهرة. اليوم حضرنا الدورة واستفدنا حيل مع التجميل. كان أنا ما أشتري أي شيء من أدوات المستحضرة التجميلية التقليدية، وأن أشوف من وين مرخصة لازم أخذ وصفة، مو أي شيء أستخدمه لازم أشوف تاريخ، أشوف شنو مكوناته.